اسمع عليها تخرجت شيخة الغزلان الله يحقق قناة مواهب تقدم كل جديد وحصري يجعل ربي يهنيها يجعل قناة مواهب تقدم كل جديد وحصري الفخر نشان والغم صفح اياديها متفوقة والنجاح عنوان والجامعة تفتخر فيها والجامعة تفتخر فيها قناة مواهب تقدم كل جديد وحصري نجمة الاكوان يلي وصف الحلا فيها بالجد والعزم والد كان هالمشهد مبروك بالورد والريحان والعود الأزرق وكذيها والعود الأزرق وكذيها يا مهرة حسنها فتان الله من الزين معطيها أخلاقك اللول والمرجان والطيب يزهى مباديها بنت الكف طيب الجدان شيخ المراجل وراعيها شيخ المراجل وراعيها شيخ المراجل وراعيها وأمك الورد في البستان بوصفها من يماليها يا حيها وحي طريها يا حيها وحي طريها قناة مواهب تقدم كل جديد وحصري غزوة شجعة تستاهل المدح والقيفان واغلى البيوت ومعانيها ومبروك لك دايما الأزمان مبروك أول وتاليها ومبروك أول وتاليها ومبروك أول وتاليها يوم التخرج ومرهبا واليوم فرحة معاليها تخرجت شيخة الغزلان الله يحقق قناة مواهب تقدم كل جديد وحصري الفخر والشان يجعل ربي يهنيها يجعل ربي يهنيها يجعل ربي يهنيها هاتوا لها الدرع والتيجان يا اهل الحفل افخروا قناة مواهب تقدم كل جديد وحصري والغم صفح اياديها متفوقة والنجاح عنوان والجامعة تفتخر فيها والجامعة تفتخر فيها قناة مواهب تقدم كل جديد وحصري يا نجمة الأكوان يلي وصف الحلا فيها بالجد والعزم والد كان هالمشهد أخذتيها مبروك بالورد والريحان والعود الأزرق وكذيها والعود الأزرق وكذيها والعود الأزرق وكذيها يا مهرة حسنها فتان الله من الزين معطيها أخلاقك اللول والمرجان والطيب يزهى مباديها بنت الكف طيب الجدان